صراع داخلنا أحيانا يأتي بسبب الخارج أو بسبب شيء لا نستطيع أن نتكلم عنه، صح؟ فينهشنا من الداخل نهشا 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 حتى نكاد أن لا نستطيع أن نبوح به لأقرب الناس إلينا، فيزداد الهم والوجع والغم والنكد والتعب، لكن في النهاية ينتصر الأقوى. من يصمد في هذه الحياة، البقاء ليس للأنقى والأتقى، وليس الذي يملك مالا وجاه، الأقوى تحملا. عنتر بن شداد قال له رجل: كيف ست قومك؟ فقال: ضع إصبعك بفمي وإصبع بفمك، وليعض كل منا على إصبع الآخر. فالرجل سحب، ما استطاع أن يصبر، قال: بذلك ست قومي، صبرت على الأذى. فالأذى أحيانا يأتيك من الخارج، وأحيانا من داخل، وأحيانا من جسدك. نعم. فلهذا السبب الصبر هو الذي يمنحك البقاء في الحياة. الانهزامية هي التي تجعلك تستسلمي لموج الحياة، والحياة إذا استسلمت لها كالبحر، تأخذك ترميك في شواطئ الاكتئاب. ومن يقاوم أمواج الدنيا سيصل لمبتغاه، إلى شاطئ السلام والأمان، عدا ذلك فهو سيبقى في توهان إلى يوم الدين.